السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب أن ننوه أن هدى لايف هو المركب المكمل الغير ضار الذي يمكن أن يستخدمه كبار السن للوقاية من فيروس كورونا. طبعا لا تنسوا الوقاية التي نبهنا عليها، وهي استنشاق بخار الماء بالأنف والفم لمدة 5 إلى 7 دقائق. الحرارة هي سر الموضوع. أيضا شرب السوائل الحارة يوميا وأنت في فترة العزل للتخلص من أي فيروس يكون داخل جسم الإنسان. أما الفيروسات الخارج الجسم الإنسان التي تأتي من الأغراض التي نأتي بها من الخارج، فعلينا أن نغسل جميع الأغراض بالماء والصابون أو بوضعها تحت ماء جاري مرتفع الحرارة فوق 40 درجة. أيضا غسل اليدين بالماء والصابون بعد ذلك. سنتكلم عن عمل هدى لايف على فيروس كورونا. كما ترون فيروس كورونا هو كائن غير حي، ولكن له زوائد بروتينية وشريط جيني RNA. هذا الفيروس يهاجم خلية الإنسان عن طريق زوائد أنجوتنسين إنزيم 2 كونفيرتينج إنزيم 2. هذا الزوائد موجودة عند الشباب قوية، ولكن عندما الإنسان يكبر تضعف. هذه هي شكل الزوائد، وفيها ملفات من الألفا بروتين، ألفا بروتين ملتف كالزنبرك قوي بسبب مادة اللايسين الموجودة في جسم الشباب تقوم بكروس لينكينج لهذا البروتين. لذلك فهنا الزوائد قوية وتمنع أي دخول لتصد أي هجوم من فيروس كورونا. إنما كبار السن فتنقص عندهم مادة الليسين الموجودة هنا في هدى لايف، وضعناها في هدى لايف. هذه المادة تنقص، فتأثر هذه الزوائد الأنجوتنسين كونفيرتينج إنزيم 2 وتعمل فتحات فيها تنشق زي الكب شيب. فهذه الفتحات يدخل فيها زوائد الفيروس ويتم الهجوم. وطبعا هذا شكل الفيروس مع خلية كبير السن، لأن هذه الزوائد عند كبير السن ضعيفة فيخترقها، وعندما يدخل الشريط الجيني الذي فيه هنا زي ما قلنا RNA ليتكاثر داخل النواة، لأن الفيروس نفسه لا يتكاثر إلا داخل نواة الجسم الحي، ويطلع فيها يجعل فيها 5000 فيروس صغير. هذا يعتبر تم الهجوم. لكن احنا نعطي الكبير السن وكل من هم فوق 40 هدى لايف لاحتوائها على اللايسين ولاحتوائها ايضا على الكبريت، لان هناك خط اخر للدفاع بان يملأ الكبريت الفراغات التي فتحت في هذه البروزات التي هي الانجيو كونفيرتينج انجوتنسين كونفيرتينج انزيم 2، ويسدها فيمنع من مهاجمة الفيروس لها. أيضا للكبريت وظيفة أخرى، بأنه يرفع يزيد من بناء الأجسام المضادة في جسم الإنسان. كما تعلمون أجسام المضادة على شكل حرف U فيها سلاسل قصيرة من البروتين وسلاسل طويلة، فيرتبطون بجزيئات الكبريت. هو الكبريت سيربطها ويزيد من الأجسام المضادة، بحيث إذا أصيبت الخلية تلتف حواليها الأجسام المضادة. هذه الخلية حاملة للفيروسات في جسم الإنسان تلتف عليها لتجهضها، فتقوم العملية الخلية بعمل أبوبتوسيس، عملية انتحار. بذلك بهذه الطريقة يخلص هدى لايف الجسم من الخلايا المصابة. أيضا هناك ميكانيزم آخر، هدى لايف يحتوي على مركب عنصر ALA. هذا الأسيد هو أقوى أنتي أوكسيدنت عالمي، هو المنشط لفيتامين سي في جسم الإنسان. وهذه العملية تعتبر رافعة المناعة بطريقة غير مباشرة، لأن فيتامين سي يزيل السميات من جسم الإنسان، لكنه يشتغل مرة واحدة ويتأكسد عندما يزيح السميات. لكن الألفا لبويك يعيد فيتامين سي المتأكسد الغير نشط إلى أن ينشطه، ويكرر هذه العملية 5000 مرة في الحبة الواحدة من هدى لايف. هذا المكمل هو مهم جدا الحصول عليه، موجود الآن في الأمازون. شكرا.